مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فقه الحياة. يقول المولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جعل بيته العتيق مقصدا لأهل الإيمان من إبراهيم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، والحمد لله الذي اختص أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالبيت العتيق ليكون مكانا تهوي إليه القلوب وتتجه إليه الأنظار عند أداء الصلوات في كل الأزمان ومن كل الأماكن. حول ركن الحج، الحج الركن الخامس في الإسلام، تدور هذه الحلقة من فقه الحياة. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. برحب بحضرتك فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا. مشاهدينا متواصلون معكم في هذه الحلقة من فقه الحياة بعد الفاصل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله مشاهدينا لكم التحية من جديد، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أجدد لحضرتك التحية دكتور. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. بداية، ما هو الحج ومتى نزلت آيات الحج في القرآن الكريم، وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. الحج معناه لغة القصد، قصد عظيم بالزيارة، وشرعا اصطلاحا هو قصد الكعبة البهية وأداء المناسك التي حددها الله سبحانه وتعالى، من الإحرام، الطواف حول الكعبة، من الوقوف بعرفة، من السعي بين الصفا والمروة إلى آخره. هذا هو المراد بالحج لغة واصطلاحا. نعم. وأما عن فرضية الحج فله مناسبة عجيبة ينبغي أن يقف كل مؤمن، كل عاقل عندها ليتدبر. معلوم أنه في العام الثامن الهجري كان فتح مكة، وكان فتح مكة تاريخا فاصلا في الدعوة، بين الدعوة قبل التمكين والدعوة بعد التمكين. نعم. جاء العام التاسع الهجري بعد فتح مكة، وقد أيد الله دينه ونصر دينه، وزالت المخاوف الاقتصادية عند الناس التي كانت تمنعهم من الدخول في دين الإسلام. آنذاك بدأت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة لتعلن إسلامها بين يديه من شتى أنحاء الجزيرة. وسمي هذا العام عام الوفود، العام التاسع الهجري. أثناء ذلك في العام التاسع الهجري واستقبال النبي للوفود نزلت آية فرض الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولم يكن ممكنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الوفود التي جاءت تعلن إسلامها وتدخل في دين الله أفواجا وتكون عزا للإسلام وللإنسانية السمحة، ويذهب للحج على الفور. لذلك ناب مكانه سيدنا أبا بكر وأتبعه عليا في الحج،
ولم يذهب النبي في هذا العام ولم يحج على الفور لنتعلم فقه الأولويات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحج النبي في العام العاشر من الهجرة العام التالي، وكأن هذه الحجة كانت تهيئة للبيت وتخليصه من الأصنام وإعداده لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طب فضيلة الدكتور، ما هي شروط الحج وما هي أركان؟ شروط تكون خارج الشيء، خارج ماهية الشيء. فشروط الحج أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن تكون عنده الاستطاعة، وأن يكون لديه الحرية. هذه هي أعظم وأغلب الشروط الموجودة في الحج، لمن استطاع إليه سبيلا. استطاعة معناها إيه فضيلة الدكتور؟ يقول العلماء الاستطاعة أن يملك الزاد وأن يملك الراحلة، ونخلص إلى من ذلك إلى الوضع المعاصر، أن يملك ثمن التذكرة، وأن يملك الإقامة هناك، وأن يكون معه ما يكفي للنفقة ونحو ذلك، نفقات الحج. نعم. وهذا والصحة التي هذا جانب شخصي تمكنه من ذلك. فمتى توفرت الاستطاعة المادية والجسمانية عنده فقد أصبح يعني واجبا عليه وفرضا عليه فرضا لازما أن يحج لله سبحانه وتعالى. نعم. أركان الحج فضيلة الدكتور؟ أركان الحج، الأركان الأساسية الإحرام. وأريد أن يعني أنبه هنا إلى أن الإحرام ليس معناه ملابس الإحرام، ملابس الإحرام من واجبات الإحرام، إنما الإحرام معناه نية النسك، أن ينوي يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا عمرا. الإحرام نية النسك. نعم. هذا أول ركن من أركان. ويجوز في هذه النية أن تكون بقلبه، يعني النية محلها القلب. نعم. إنما يتلفظ بها مكان التلفظ الوحيد الذي طولب به المسلم في كل العبادات في الحج، سبحان الله، يتلفظ بها. نعم. فأول ركن من أركان الحج الإحرام وهو النية. نعم. ثم بعد ذلك الوقوف بعرفة، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. هذه هي الأركان اللي اتفق عليها جمهور العلماء، لما ربما يعني زاد بعضهم الحلق كالإمام الشافعي أو نحوه، لكن الأربعة المتفق عليها هي الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. نعم. طب فضيلة الدكتور، الحج يقال عنه الحج عرفة. لماذا قيل ذلك؟ لأن الركن الوحيد هو ركن الحج الأكبر. لماذا؟ الركن الوحيد الذي يجتمع فيه الحجاج في وقت واحد في مكان واحد، يعني زمانا ومكانا لابد أن يكون في هذا الموقع. لكن أي ركن آخر فيه فسحة من الوقت، يعني مثلا من أهم الأركان طواف الإفاضة، من لم يصنعه يوم النحر يصنعه ثاني يوم النحر، ثالث يوم النحر، فيه فسحة. نعم. لكن ركن الحج الأكبر عرفة لابد أن يكون في هذا التوقيت، لا قبله ولا بعده. نعم. ليس فيه فسحة. فلزوم هذا التوقيت هذه مسألة وخصوصية لهذا الركن. الأمر الثاني، أهمية هذا الركن، أن من جاء هذا الركن فله حج، ويعني يترتب بعد ذلك في الإنسان إذا أحرم والإحرام نية ووقف بعرفات يمكن أن يطاف به محمولا، وممكن السعي بين الصفا وهو راكب أيضا محمولا. نعم. لكن الحضور في يوم عرفة إنما هو شيء أكده الله سبحانه وتعالى، لأن كل الأمم يعني من عهد سيدنا إبراهيم التي حجت إنما كان الركن الأساسي في الحج هو الوقوف بعرفة. نعم. فله خصوصية من هذا الجانب. ما معنى الوقوف بعرفة ومدة الوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة ليس معناه إن أنا واقف قائم كده، لا، وإنما الحضور،
سواء كان نايم، سواء كان مضطجع، سواء كان جالس، سواء كان يصلي، سواء كان يرفع يديه للصلاة. فمعنى الوقوف بعرفة الحضور بعرفة. نعم. الحضور بعرفة شرعا من أول الزوال، يعني من أول صلاة الظهر إلى فجر يوم النحر. نعم. هذا هو زمن الوقوف. من وقف في أي ساعة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، يعني من أول الزوال إلى فجر يوم النحر أجزأه ذلك. نعم. والأفضل أن يشهد جزءا من النهار وجزءا جزء من الليل. من الليل. نعم. هذا هو وقت الوقوف. نعم. وقت الوقوف من ساعة الزوال وليس من قبل ذلك، يعني نعم. من صلاة الظهر حتى الوقوف الذي هو شرعا ومطالب به ويمتد إلى جزء من الليل، ينتهي متى؟ ينتهي عند أذان الفجر. نعم. طب فضيلة الدكتور، يعني البعض يذهب إلى عرفة مبكرا حتى يتمكن من الوصول. لا ضير، هذا نعم. من جانب التيسير على الوفود مع الكسرة والزحام ونحو ذلك، ويعني لا شيء أن يبكر الناس ويذهبوا حتى يضمنوا وقوفهم نعم. في عرفة ويضمنوا لهم مكانا واستطاعة الدخول، لأن في عام من الأعوام في سنوات سابقة من 10 سنين أو أكثر في بعض الشركات لم تستطع أن تدخل بالحجاج إلى عرفة، الطريق أغلق نعم. فيش فرصة أنك تدخل، ودول ناس ما يقدروش يمشوا المسافات دي كلها فظلوا خارج عرفة، وألزمت الشركات أضاع عليهم الحج هذا العام وألزموا أن يحجوا العام المقبل نعم. فلا مانع من الترتيب والتنسيق بالنسبة للأنت تتعاملي مع ملايين تتحرك نعم. ملايين تتحرك في وقت واحد، لابد من توزيع هذه الحشود العظيمة على المكان والزمان نعم. حتى يستطيعوا الدخول في أمان، الخروج في أمان. أنت لو قلتي 3 مليون 4 مليون 5 مليون دلوقتي أو أكثر أو أكثر بكثير فضيلة الدكتور يتحركوا في وقت واحد في مكان واحد، أمر يحتاج مستحيل. إلى كثير من التنظيم مستحيل. فده نعم. عايز توزيع للعدد في الزمان المتاح مع المكان المحدد. طب فضيلة الدكتور، يعني بنتحدث عن مكان واحد بيجتمع عليه هذه الملايين اللي تحدثت عنها حضرتك نعم. هذا المكان يتسع لكل هذا العدد؟ يتسع نعم. أرض عرفة متسعة وحتى الفقهاء قال قالوا امتداد عرفة من عرفة، ده إذا ضاقت يعني هي نعم. لم تضق إلى الآن نعم. لكن أقول لك زي ما بنقول إيه، امتداد المسجد من المسجد وده في منى أيضا، امتداد منى من منى، يعني الناس لو راحت ذهبت لتصلي الجمعة المسجد امتلأ، بتصلي في الخارج، صلي في الخارج وهم يصلون جماعة وثوابهم جماعة مع من في الجامع. طب ده حكمه إيه في الشرع؟ امتداد المسجد من المسجد نعم. ولذلك حكمه أيضا امتداد منى من منى، إذا امتلئت منى والناس راحت قعدت في العزيزية وقعدت في هذه الأمان حيث لا مكان لهم في منى، امتداد منى من منى نعم. وامتداد البيت من البيت، يعني المسجد الحرام كان كده يتوسع هواء البيت من البيت، كل ما يعملوا أدوار فوق امتداد البيت من البيت هواء أو أرضا مكانا نعم. يعني الإسلام فيه سعة وفيه رحابة في ذلك، زي ما وسعوا السعي المسعى بين الصفا والمروة كان محدود وبعدين مدوه نعم. فامتداده من المسعى نعم. وهذا من تيسير الإسلام وهذا من فقه الإسلام نعم. ونص عليه فقه التيسير ده، نص عليه أئمة من زمن نص عليه الأئمة من زمن. لو تسمح لي أقول لك على شيء من التيسير ولا لا؟ أتفضل يا أتفضل. يعني مثلا مسألة المبيت بمنى نعم. الإمام الأئمة لهم فيها وجوه، والإمام أبو حنيفة درس هذه المسألة دراسة فيها تدبر عقلي عظيم جدا. قال لماذا أمر النبي الصحابة بالمبيت في منى؟ هو من واجبات الحج، هذا عند الفقهاء الشافعية المالكية و أحمد بن حنبل جزاهم الله خير. الإمام أبو حنيفة قال لا، ليس من واجبات الحج. هل من عنديات نفسه؟ لا. قال أنا تعقبت الحديث الذي فيه أمر النبي للصحابة أن يبيتوا بمنى،
فوجدت أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يبيتوا بمنى ليكونوا على مقربة من رمي الجمار لييسر عليهم رمي الجمار، يكونوا قريبين يروحوا يرموا ويرجعوا بدل ما يروحوا يباتوا في مكة ويرجعوا، حب ييسر عليهم يسهل لهم. فيقول ده في زمنه: ألا وإن المبيت في منى لم يصبح من دواعي التيسير، فهو لم يتحقق منه المقصد، فهو ليس من أعمال الحج الأساسية. فمن ترك المبيت بمنى بعذر أو بغير عذر، ده كلام الإمام أبو حنيفة، نعم، فلا شيء عليه. ويجوز الأخذ برأي أي من طبعا يجوز في توسعة. إحنا نقول إيه بقى؟ يعني الفقهاء الفاهمين يقولوا نستفيد من هذه الآراء في التيسير، كيف ذلك؟ بأن من ليس له مكان وضاقت به منه يأخذ برأي الإمام أبو حنيفة، نعم، يبقى فيه سعة، وما دام الأمر له مستند وفهم من الشرعي فلا شيء في ذلك. والتيسير مطلب أمام هذا الازدحام وأمام هذه الأعداد الكثير. لذلك مثلا من التيسير مسألة وقت رمي الجمار، نعم، النبي رمى وقت الزوال. وقت الزوال يعني زوال الظل وتعامد لتعامد الشمس في كبد السماء، في منتصف السماء، فالإنسان يقف لا ظل له، أدي وقت الزوال. النبي كان لابد أن يرمي في زمن محدد، وإذا وقف يقف في عرفة أو يقف في مزدلفة سيقف مكان وقوفه، نعم، لكن بالنسبة للأمة يقول وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، على عرفات وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. أيضا في الرمي، هو رمى في ذلك الوقت ثم وسع مجال الرمي، وكان الصحابة يأتون في رمي جمرة يوم النحر يوم العيد، رمي جمرة العقبة التي ترمى بعد صلاة الفجر صبيحة يوم العيد. فكان بعض الصحابة طبعا صعوبة السير والأعداد يقول: يا رسول الله ما رميت إلا بعدما أمسيت، قال: ارمي ولا حرج. نعم، يوم النحر في أعمال، في طواف الإفاضة، في رمي جمرة العيد، في الذبح، فيه الحلق. فكانت الصحابة يعني أحيانا يتداخل عليهم الأمر فيقدم شيئا عن شيء من هذه الأعمال. وفي الحديث الصحيح: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أعمال يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم، التيسير هذا من تيسيره صلى الله عليه وسلم. وعلى الأئمة وعلى المشرفين الذين يوجهون الناس الحج أن يأخذوا بهذا التيسير. لماذا؟ لأن التيسير هدي نبوي كريم، وهو اختيار النبي. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخبرت به السيدة عائشة كما ورد في الصحيح: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. نعم، فإذا هذه كلها مناحي من التيسير للأمة. طب فضيلة الدكتور، بنتحدث عن يوم عرفة وهو يوم عظيم، كيف يحسن المرء استغلال هذا اليوم إذا كان أتيح له الفرصة أن يذهب ويؤدي مناسك الحج؟ يوم عرفة ليس للمعرفين فقط، ليس للحجاج فقط، ليس لمن وقف بعرفة فقط، يوم عرفة للأمة كلها. وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لغير الحاج عن صيام يوم عرفة قال: يكفروا السنة الماضية والسنة الباقية، يكفروا سنة قبل وسنة بعد. هذا يوم عظيم، هذا اليوم بالنسبة لثواب صيامه لم يذكر لصيام يوم آخر. فعرف ليست للحجاج فقط، للأمة كلها أن تشارك حجاج بيت الله. لكن من كان بعرفة فهو يوم للدعاء ويوم للاجتهاد في ذكر الله سبحانه وتعالى، فليس عليه الصيام، لا يصوم، ولا يستحب الصيام لمن كان واقفا بعرفة، لا يصوم. إنما غير الحاج يصوم يوم عرفة هنا، وهذا يكفر السنة
الماضية ويكفر السنة الباقية، سنة قبل عرفة وسنة بعد عرفة. نعم. وإذا ما كان هناك فهو يكون على وضوئه يكسر من الدعاء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يسبح يمجد ربه بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، عليه أن يدعو بما أثر عن سيدنا رسول الله وما حضره من الدعاء صلى الله عليه وسلم، وأن يتمثل الدروس التي كانت على هذه الأرض الطيبة. لماذا؟ لأن الله يشهد هذا الدعاء، لأن الملائكة تشهد هذا الدعاء، لأن الرحاب المقدسة تباهي بالمؤمنين هناك. هنا كان إبراهيم عليه السلام ومن قبله آدم، والآن هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتشهد الأمة كلها بل لتشهد البشرية كلها أن هذه الأمة يجمعها هذا الإيمان، تفرقها أمور كثيرة لكن يجمعها الإيمان ويصلحها الإيمان يهديها الإيمان، فتتوجه إلى الله بقلوب خاشعة بقلوب، وتتوجه إلى الله بالذكر، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم في هذا المكان ويباهي بهم ملائكته. هنا تسقط كل الرايات الزائفة التي تفرق الأمة وتبقى راية واحدة، راية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنالك تستجاب الدعوات، هنالك تكسر العبرات، هناك تكون الأمة في درس من التواضع، لا فرق بين غني وفقير، كلهم يلبس ملابس كأكفان الموتى، الكل يبكي، الكل يسأل الله المغفرة. هذا يوم عظيم، كل لحظة من لحظاته إنما تكون مغفرة وثوابا عظيما يصلح الله بها الأمة. وينبغي على من يدعو ألا يكون أنانيا يدعو لنفسه فقط، بل يدعو لهذه الأمة أن يكشف الله الغمة عن الأمة، وأن يدعو للبشرية كلها أن يكشف الله سوءة الغلاء وسوءة الشرور وسوءة الأيام عن العالم كله، لأن المسلم ميزان، ميزان البركة وميزان الخير على سطح الأرض. نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الوداع أول كلمة بدأ بها أيها الناس، ما قال أيها المؤمنون وما قال أيها المسلمون، ولكن قال أيها الناس. نعم، هذا يأخذنا إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في حجة الوداع. نعم. أهم وصايا النبي فضيلة الدكتور صلى الله عليه وسلم في هذه يعني الربوع الطاهرة والبقاع الشريفة والنورانيات التي تشهدها الملائكة والكل يشهد للملبين، ما عن يمينه من شجر وحجر ومضر، الكون يشهد، الهواء يشهد، الملائكة تشهد في هذه الربوع. نادى النبي، نادى في البشرية كلها، لأن هذا النداء سيتكرر، لأن هذا النداء سيبلغ بأمر ما كل البشرية، وينبغي على المؤمنين أن يبلغوا هذا النداء لكل الناس مسلم وغير مسلم. فقال أول ما بدأ يعظم العلاقة، علاقة الأخوة الإنسانية التي تمنع الشرور بين الناس، فقال أيها الناس. نعم. أباكم آدم لكم أب واحد آدم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذي يجعل لك المقدمة عند الله عز وجل هو ما تفعله من خير من تقوى، هذه واحدة. الأمر الثاني حرمة الدماء، حرمة الدماء هنا يشدد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إن دماءكم عليكم حرام، وحرمة الأموال وإن أموالكم عليكم حرام، وحرمة الربا التي بشأنها جلبت الغلاء للعالم كله وجعلت العالم يعيش في ظنك، رغم التقدم الفاحش جدا، رغم التقدم العظيم جدا في أساليب الزراعة ومضاعفة الإنتاج الحيواني والزراعي، أن الفدان بدلا من أن يأتي بسبعة أرادب أو 20 أرداب يجيب 100 أرداب، يجيب أكثر من ذلك، البقرة بدل ما تحلب 7 رتل أو 7 كيلو تجيب 40،
إذن في ماذا وقد تضاعف الإنتاج وزاد العلم؟ لماذا؟ إنها بسبب الربا، والسبب هو الذي تسبب في الغلاء. لذلك نبينا الهادي وهو ينادي في البشرية أن تحمي نفسها من هذه الشرور. هذه أسس الصلاح ليست للمسلمين فقط، لكن لكل البشر، لكل الناس. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة عانت في التاريخ البشري من سوء استخدام كثير، ولذلك جاء النبي يوصي بالمرأة، لكنه لا يوصي بها فقط، بل يرفعه قدرا فيجعلها وصية متبادلة. الإحسان إلى المرأة وصية متبادلة، لا يكفي أن يوصي بها، ولكن يجعل الوصية أنا أوصي بها وغير يوصيني بها، وصية متفاعلة متبادلة. حين قال متبادلة، حين قال واستوصوا بالنساء خيرا، وصية متبادلة. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الظلم وحرمة العدوان على الضعفاء. ولذلك في يوم عرفة، في آخر اليوم، وهو يزهد الناس في الدنيا، فيقول لم يبق من يوم عرفة إلا كما يبقى من دنياكم الآن، يعني دنياكم قاربت على الانتهاء، لا يبقى منها إلا ما بقي من يوم عرفة وقد شارف على الانتهاء، حتى يزهدهم في الدنيا. ساعتها النبي يدعو من ليكون رديفه على الدابة، وحوله كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. دعا أسامة بن زيد، دعا أسامة بن زيد، لم يكن من وجهاء القوم، بل كان شابا أسمر اللون، لم يكن من يعني زيد الحب بن الحب، يعني أبوه معروف أنه من الموالي وكذا، فلماذا لم يأتي برجل من أشراف القبائل ونحو ذلك الذين كانوا معه؟ وجاء بأسامة حتى يثبت لنا أن الإسلام يلغي الفوارق بين الطبقات، وأن الإيمان يرفع الناس. وجاء بأسامة وجعله يركب خلفه، وجعل يعلم الناس الأدب والخلق في ذلك. فالناس تحاول أن تسرع فتضرب الدابة بقدمها وهي تركب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس، إنما البر ليس بالإيضاع، ليس بالسرعة والهمة، وإنما البر عليكم بالسكينة. يعني فلو أن الأمة تحركت في طوافها وفي وقوفها بعرف والمزدلفة ومنى وعند رمي الجمار، وتتمثل قول النبي عليكم بالسكينة، ما هيحدث أذى، وما يحدث مزاحمة، وما يحدث ضرر لأحد. يعني هدي النبي، لأن الله حين علمنا أخلاق الحج في القرآن إنما جعلها يجعل الحج أسوة، إذا عاد من الحج يعلم ذلك المجتمع ويكون في ذلك أسوة وقدوة. يعني فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني هذه آداب سامية وأخلاق عليها يعيشها المؤمن، وقمة ما يعيشها في هذا المشهد الإيماني إنما في يوم عرفة. نعم، هذا يوم عظيم لهذه الأمة. نعم، للحجاج ولغير الحجاج. نعم. طب فضيلة الدكتور، تحدثت حضرتك عن أن أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة، هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم من أدعية خاصة بهذا اليوم؟ وكان سيدنا الذي أسر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الصحيح، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإنه على كل شيء قدير، إلى آخر ذلك. يستفاد من ذلك أن تمجيد الله سبحانه والثناء على الله سبحانه والدعاء مفتوح بكل ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الإنسان به ويدعو لهذه الأمة ويدعو للبشرية. فليس هناك دعاء محدد مخصوص فقط يؤثر عليه أكثر من الوارد في هذه الكلمات، لكن باب الدعاء من الأمر العام المفتوح، أن يدعو الإنسان بكل ما أسر، يدعو بدعوات القرآن، نعم،
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إلى آخر ما جاء من دعاء آيات القرآن، إلى آخر ما جاء من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس التي تعاني من ضيق الرزق هدية في يوم عرفة تدعوها من دعاء سيدنا رسول الله، وهي أن النبي قال من ضاق عليه رزقه فليدع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. وهناك دعاء آخر هو أن يقول كما ورد في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وعليه يعني أن يتلمس مثل هذه الدعاء الإنسان المظلوم، الإنسان الذي يعني عنده أشياء مخاوف، عليه بدعوة سيدنا رسول الله والتي يقول فيها: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان، ويسمي عبادك أهل الشر والسوء والكيد والكبر والمكر والخديعة فإنهم لا يخفون عليك وأنت عليهم قادر يا رب العالمين. نعوذ بك من شرهم ومن شر أتباعهم وأشياعهم وجنودهم من الجن والإنس. هذا نص سيدنا رسول الله، يعني نستعيذ بالله من اللهم بقية الدعوة: اللهم كلنا جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، ثلاث مرات. هناك أدعية عند سيدنا رسول الله المؤمن يقولها: فمن شك أن الله يفرج كربه. نعم. وأن الله يفتح له أبواب الرزق، إن الله على كل شيء قدير. والرزق ليس مالا فقط، الرزق رزق صحة وبال وهدوء وصلاح زوجة وصلاح زوج إلى آخره. الرزق كل عطاءات نعم الله سبحانه وتعالى. وذلك أنصح نفسي وإخواني أن نكثر من أدعية السنة التي أثرت عن سيدنا رسول الله في مثل هذه الأوقات المباركة، كثرة الاستغفار. لأن يعني لما جاء إلى الحسن البصري ورجل وقال له: أريد أن أتزوج، قال له: استغفر. قال رجل: أنا علي ديون، قال له: استغفر. رجل قال: أريد عملا، قال له: استغفر. فتلاميذه قالوا: أنت ليس لديك إلا إجابة واحدة، استغفر. قال: ما جئت بشيء من عندي، ألا تقرؤون قول الله تعالى؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، ما قالش ويمدكم، يمددكم يعني المدد متكرر مرة بعد مرة، بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا أستاذ، احنا عندنا أبواب عظيمة، وأنا على يقين أن من لجأ إلى هذه الأبواب والله لن يضام أبدا. عندنا فرصة في يوم عرفة، يوم الدعاء، يوم استجابة الدعاء، يوم النحر. فضيلة الدكتور، فضل هذا اليوم وماذا يفعل الحاج وماذا يفعل غير الحاج؟ يوم النحر له خصوصية أنه أفضل أيام الله سبحانه وتعالى بنص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن فيه أعمال جليلة. أولا رمي جمرة العقبة الكبرى بعد صلاة الفجر، وبعدين يطوف طواف الإفاضة، وبعدين عنده الحلق، وبعدين عنده ذبح الهدي. طبعا الآن تيسرت ونظمت هذه الشعيرة بالسكوك التي يأخذها حتى تنظم هذه الذبائح وتنفق على الفقراء في البلاد الإسلامية بعد ذلك، فهذا شيء محبوب. والتوكيل في الذبح إنما هو جائز لأن النبي وكل الإمام عليا لذبح بقية الهدي الذي كان قدمه، كان معه 100، يعني ذبح جزءا منها والجزء الباقي أوكل سيدنا علي، ومن هنا جاء التوكيل في ذلك.
وتنظيم الشعيرة تنظيم طيب. ففيه أعمال عظيمة، منها ما هو ركن في الحج مثل الطواف، طواف الإفاضة، طواف الركن الذي يكون بعد النزول من عرفة، وأيضا السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة للحاج القارن والحاج المفرد. فضيلة الدكتور، طواف الإفاضة هل من الممكن أن يكون قبل رمي العقبة الكبرى؟ في كل ممكن، لكن الأفضل أن ترمى أولا، لكن ممكن. نعم. لأن نبينا الهادي سئل ما عن أعمال يوم النحر، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. نعم. ولكن يفضل أن يكون أن بعد يبدأ برمي جمرة العقبة في صبيحة يوم، لكن بعضهم لم يرميها وصلى إلى المساء وقال نعم. أنا لم أرمي إلا بعدما أمسيت يا رسول الله، قال نعم. لا حرج. نعم. فيه سعة هذا الأمر. ماذا عن غير الحاج فضيلة الدكتور في يوم النحر؟ يوم النحر عنده الأضحية. نعم. وعنده صلاة العيد، وهي الأمة غير محرومة، الأمة تشارك في هذا، لأن العيد في الإسلام ارتبط بطاعتين عظيمتين. عيد الفطر ارتبط بطاعة شهر رمضان وصيام شهر رمضان، وعيد الأضحى ارتبط بطاعة الحج وطاعة الأضحية لغير الحاج، ليعلم المؤمن يقينا أن العيد في الإسلام إنما هو الفرحة بتمام طاعة، بإتمام طاعة، وليس بالانتهاء من طاعة. هو يفرح لأنه أتم طاعة وتقرب بها إلى الله، فهي فرحة إيمانية. ومن هنا هذا اليوم ما من شك أنه يوم مبارك، غير الحاج فإنما يوسع بالأضحية على المساكين والفقراء إن استطاع، من لم يستطع يوسع بالمال، من لم يستطع فبالكلمة الطيبة، المهم أن تكون هذه الأمة يدا واحدة. نعم. وأن يكون بيننا التعاطف، وأن يكون بيننا التراحم، ولو حدث هذا فإن الله سيبارك لنا جميعا. نعم. طب فضيلة الدكتور، بنتحدث عن مناسك الحج وأيام مباركة هي أيام التشريق. نعم. فضل هذه الأيام وخصوصية هذه الأيام للحج فقط أم أنها لغير الحج أيضا؟ ما من شك أنها يعني هي تتم لأيام العيد، عيد الأضحى. نعم. ففيها التكبير وفيها هذه الشعيرة لغير الحج. أما الحج فهي أيام من أيام أكل وشرب وذكر لله، فاذكروا الله في أيام معدودات، أيام للحج قليلة وغير معدودة. الحج وللحج أوثق في ذكر الله سبحانه وتعالى أيام منها، وأن لا يشغل نفسه إلا بذكر الله، لأنه هو يعني بيصلي الصلاة الرباعية قصرا كل صلاة في وقتها، وعليه أن يجتهد في الذكر والعبادة، وحينما يتأثر بتحديد وقت له للرمي يستجيب ويرمي في، لأن لابد من تنظيم وقت الرمي لهذه الأعداد الكبيرة. لكن علينا جميعا أن نشغل أيام منها هي أيام ذكر. نعم. وذكر هذا بناء للقلب، بناء للروح، هذا يصحح العلاقة بيننا وبين الله، هذا يجعلنا موصولين بالله سبحانه وتعالى، هذا يجعل المؤمن مهيئا لأن يتلقى عن الله التوفيق والتأييد والمعونة والهداية، ويكون من عباد الله المقربين، يكون من عباد الله المقبولين. نعم. فمن ما من شك أنها أيام ذكر واجتهاد في هذه العبادة. طب فضيلة الدكتور، بنتحدث عن الدعاء، وحضرتك تحدثت عن من يتعرض للإيذاء يستعيذ بالله من يؤذيه أو يظلمه. نعم. فكرة الدعاء على الغير، يعني الدعاء على الظالم، هل هذا يجوز في هذه المناطق؟ لو دعا بدعوات القرآن لا شيء في ذلك، أنا لا أحدد شيئا، لكن نعم. مثلا أقول ربي إني مغلوب فانتصر، هذه دعوة القرآن. نعم. أقول الدعوة التي أعيدها الآن لأنها دعوة لها أثر بالغ، أنا عايز أقول للناس كده أثر بالغ جدا، الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان أو عبادك أهل الشر والسوء والكيد، فإنهم لا يخفون عليك وأنت عليهم قادر، أعوذ بك من شرهم، أعوذ بك من شرهم ومن شر أعوانهم ومن شر جنودهم ومن الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
وذا ربنا سبحانه وتعالى هو يتولى أخذ الحق. نعم. ويعوذك خير. نعم. توكل على الله وكفى بالله وكيلا. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني هذا خطاب القرآن للناس، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا خطاب الله للمؤمنين. نعم. فالمؤمن وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله نصيرا على المؤمن. اللهم إنا نسألك يا ربنا سترا جميلا وفرجا قريبا وجبرا عظيما يليق بعظمتك وعزيز سلطانك يا رب العالمين. الإنسان يلوذ بالله ويحتمي بالله، وربنا هو بقى ياخد الحق. اسمع، وعايز أقول له كلمة للمظلوم ولا يخاف عقباها. ربنا ياخد الحق ويوريك الحق بعينيك، بس في الوقت اللي عايزه وبالأسلوب، لأن ربنا حكيم وخبير وعلى كل شيء قدير. إن ربي لطيف لما يشاء وما ذلك على الله بعزيز، إن ذلك على الله يسير. كل هذا فأنت في ملاذ، الملاذ الآمن لله سبحانه، في الحمى، حمى الرحمن سبحانه وتعالى. عليك أن تأنس بهذا الحمى. بقى الإنسان يعلم أن أحيانا ربنا بيسلط عليه بعض الناس. ليه؟ لنعمة هو لا يدركه. ما هي فضيلة الدكتور؟ أنه يريد أن يجعل أنسك بالله، بيقطع كل الأنس بالبشر حتى يظل أنسك بالله وحده. صحيح. فهو يعني نعمة لا يتبصرها ذلك العبد. نعم. إنما أجر سيدنا ابن عطاء الله السكندرية يقول: إنما أجر الأذى على أيديهم لكي لا تأنس إلى أحد منهم ويكون أنسك كل أنسك بالله عز وجل. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وكيلا. طب فضيلة الدكتور، كلمة أخيرة في هذه الأيام المباركة. أن نتعرض لفضل الله بالذكر. ربنا سبحانه وتعالى بيّن للمؤمنين أن أفضل ما يمكن أن يتقربوا إليه وتبدل الأحوال كلها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إيه المردود؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر. نعم. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء. شكرا. فضيلة الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا، وكل عام وحضرتك بخير. كل عام أنتم بخير ومصر بخير والإنسانية بخير إن شاء الله. إن شاء الله. أشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. كل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.